بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد جزء تاني من أشعية بعنوان قلبه بعيدا، من أشعية 29 قلبه بعيدا. تعالوا نقرأ النص ونطلع برضو بفكرة جديدة. بيقول توانوا وابهتوا. برضو عاوز أقول لكم حاجة قبل ما أقرأ، أحيانا يكون الفعل اللي جاي في الكتاب مش بقصد اعملوا كده، يعني استمروا في الغلط وشوفوا النتيجة. بمعنى ايه؟ لازم تاخد روح النص عشان تفهم فعل الامر اللي جاي، هل ده وصية بجد ولا ده استنكار للي بيحصل. اديكم مثل من سفر الرؤيا، يقول من هو مقدس فليتقدس بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد. هل دي وصية ان احنا نتنجس؟ طبعا لا. دي معناها ايه؟ خلي كل واحد ماشي في سكته. يعني ايه؟ انت مصر على خطيتك، طيب يا سيدي سوق فيها. هنا دي مش وصية كتابية، يعني الروح القدس مش عاوز الناس تتنجس، لكن بيقول ايه؟ انت هتفضل عنيد، طيب استمر في عندك. هنا استمر في عندك وشوف هيحصل لك ايه، يعني هنا مش على سبيل الامر. فهنا مهم ان انتوا بتقروا النص زي كلمة احتزموا وانكسروا بتاعت امبارح، هل دي وصية ان ايه نتكتل ضد الكنيسة؟ لا، ده بيقول حقيقة هتحصل، يعني مهما تكتلوا وتوحدوا ضد شعب الله هيتكسروا. ويعدها ويقولها احتزموا وانكسروا، احتزموا وانكسروا، تشاوروا مشورة فتبطل. دي مش وصية، فاهمين الفكرة؟ مش لأنها فعل أمر تبقى تؤخذ كوصية. يبقى احنا مش عشان كده الكتاب لا يؤخذ في حرفه، يؤخذ في روحه. بنفس المعنى ده هتلاقوا الكلام، توانوا وابهتوا، تلززوا وعموا، قد سكروا وليس من الخمر، ترنحوا وليس من المسكر، لأن الرب قد سكب عليكم روح سبات وأغمض عيونكم، الأنبياء ورؤساءكم الناظرون غطاهم، وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه العارف الكتاب قائلين اقرأ هذا فيقول لا أستطيع لأنه مختوم، أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتاب. تعالوا نفهم الكلام. يعني إيه توانوا وابهتوا؟ يعني اتدلعوا لغاية ما ايه تبقوا بهتين كده وملكوش طعم ولا ريحة، سوري يعني في الكلام. طبعا ده ربنا صعبان بيتصعب على شعبه. توانوا، التواني اللي هو الكسل او التراخي، وملعون ايه من يعمل عمل الرب برخاوة. فهنا بيقول هتفضلوا كده تدلعوا لغاية ما تبقوا بهتين. كلمة تخوف بهتين، دي بهتين يعني ايه؟ ملكوش شكل. ليه ولاد ربنا مش باينين؟ يوحنا يقولها بثقة، قديس يوحنا يقول أولاد الله إيه؟ ظاهرون، وأولاد إبليس ظاهرون. وربنا يسوع يقول لا يؤخذون منارة سراجا ويضعونه على المكياب، تحت المكيال يضعونه على المنارة، أنتم نور العالم. إنما بصراحة كده أولاد ربنا بقوا بهتين. بهتين يعني إيه؟ مسيحيين صحيح، بس إيه؟ بهتين يعني ملهمش طعم، مفيش تميز، مش واضحين، مش باينين، مفيش الحب الحقيقي، مفيش التواضع اللي بجد، مفيش الوداعة، مفيش الحكمة، مفيش النقاوة والبساطة، مفيش العفة والقداسة. ما هو ده شكلهم المفروض. ده نتيجة ايه يا جماعة؟ نتيجة التواني. فهنا ربنا بيتحسر على شعبه، بيقول توانوا وابهتوا، تلززوا وعموا. يعني ايه؟ طول ما انتوا عايشين للملذات الارضيه هيحصل ايه؟ هيحصل عمى. يبقى كتر الاكل وكتر النوم وكتر الحكاوي الفارغه وكتر الملذات الارضيه بيحول الواحد انه مش شايف حاجه. فيبقى بالرغم ان هو محسوب على شعب الله بس هو اعمى. زي وقت المولود اعمى لحد الجاي هنسمع الكلمه دي، لما جم الفريسيين متغاظين انه شفى المولود اعمى يوم سبت. فكان ربنا عاوز يقول لهم الحقيقه مفيش حد اعمى غيركم، فقالها لهم بطريقه بس ايه رقيقه كعادته،
قال لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، ولكنكم تقولون أننا نبصر، فخطيتكم باقية. يعني طول ما أنتم شايفين نفسكم فتحين هتفضلوا عميان. فهنا توانوا وبهتوا تلززوا وعموا. يبقى التراخي يجيب بهتان، والتلزز بالدنيا يجيب عمى روح. دي رسائل مهمة في الصوم اتكلمت، يبقى لازم ناخدها جد، ولازم نضبط نفسنا، ما يبقاش حياتنا كلها ملذات. قد سكروا، ده ربنا بيتكلم بقى على اليهود ورؤسائهم، وليس من الخمر. يعني هم السكر مش ضروري خمر، ما اللي قاعد يفكر ويحسب في فلوسه صبح وليه، ما هو سكران بالفلوس. واللي قاعد يفكر ينتقم من أعدائه إزاي، ما هو سكران بالانتقام. يعني الأديكشن ده، الإدمان ده أنواع وأشكال. ترنحوا وليس من المسكر، يعني بقوا كده ماشيين يترنحوا من غير ما يكون في سكر حقيقي. يبقى عندنا قاعدة مهمة، لما تحس أنك سطحي باهت كده، اعرف أن ورا ده إيه؟ تهاون. وكلنا أحيانا نحس أن احنا سطحيين. ليه ما عندناش عمق في التوبة؟ ليه ما عندناش عمق في الصلاة؟ ليه ما عندناش عمق في الخدمة؟ لأنه احنا مش واخدينها جد. فالكلفتة اللي احنا عايشين فيها دي بتخلي الواحد باهت سطحي. ولو لقيت نفسك مش شايف، مش قادر تشوف ايد ربنا، ومش قادر تشوف خطاياك، ومش قادر تشوف المعاني اللي ربنا مخبيها في الكتاب، وده بقية النص. العيب مش ان السفر مختوم، العيب في ايه؟ في نظرك انت اللي اعمل انك انت ملذات الدنيا وكلاك، فبالنسبة لك الانجيل طلاسم. لكن الانجيل كان في ايدين قديسين كتار، ما كانش طلاسم. ليه؟ ما كانوش عميان. ليه؟ كانوا واخدينها جد، وكانوا لا يتلززوا الا بربنا. السكر معناه ان الواحد الخطيه تسطله، يبقى محبه الدنيا بتسطل الواحد. عشان كده الكتاب قال محبه العالم ايه؟ عداوه لله. كل من كان محبا للعالم قد صار عدوا لله. تحب الدنيا وتحب اللبس وتحب الذهب وتحب العربيات وتحب الفسحه وتحب، حبيت الحاجات دي طبعا بقيت عدو ربنا، لانك عايش في الكلام ده طول الوقت، مخك في الحاجات دي صبح وليل. طب خلاص انت انفصلت عن ربنا. انما اللي بيحب ربنا يحب الصلاه ويحب الخدمه ويحب الناس ويحب، يبقى مخه في حاجات تانية. وبعدين يقول ايه؟ الرب سكب عليكم روح سبات واغمض عيونكم. هنا معناها ايه؟ هل ربنا بيعمي الناس بقصد؟ لا، لما يلاقوهم متدلعين ومتلززين يسيبهم لعماهم. فهمتوا؟ ودانا وصف لحكاية العمى، فيقول يدوا كتاب النبوات لواحد يهودي معلم، يقولوا له اشرح لنا، يقول لي اصل انا ايه مش بعرف، مش شائل، صعب الكتاب ده، مختوم. مختوم يعني صعب، مختوم يعني مغلق على الفهم، ممنوع من الفهم. ده طبعا لانه هو اعمى. فيدوا الواحد تاني يقول انا اساسا ما بعرفش اقرا. هنا مقصود بيها ايه؟ انه معلمي اليهود من كتر التلزز والبهتان والدلع والدنيا اللي واخداهم صاروا عميان. وده اللي قاله المسيح، اعمى الكتاب اعمى يقود اعمى ايه؟ كلاهما يسقطان في حفرة. فهو اليهود كانوا عمالين يشدوا بعض في سكة الحفرة اللي هي الهاوية، لانه اساسا المعلمين عميان. فصار لهم السفر مختوم. يعني ده اللي كنت لسه بتسألوا فيه، ليه اليهود مع وضوح النبوات ودقتها لغاية دلوقتي ما صدقوش ان المسيح بتاعنا هو المسيا بتاعهم؟ مع ان النبوات ده إشعياء 53 لوحده يعدل اي دماغ يهودي، لكن ما بيشوفوش. السفر مختوم كأنه طلاسم. طب يا جماعة ده بدقة شديدة، ده كأنه متى ومرقس ولوقا، مش أقل يعني في الدقة أبدا والوصف أبدا. ويا ريت على أشعياء بس، ده في داود وفي ميخا وفي نحامية وفي تكوين وفي موسى، كل دول بيتكلموا عن نفس الشخص ونفس الأحداث بنفس الدقة. وبرضه يبقى فكرة إن السفر مختوم، العيب مش في الإنجيل. وهنا أقول رسالة تانية، لما تلاقوا الإنجيل واقف معاكم افتكروا المعنى ده، العيب مش في الإنجيل. فهمتوا الفكرة؟ العيب مش في النص، مش لأن النص صعب. عارفين آباء الكنيسة زمان لما كان يقف معاهم نص صعب يخربوا الدنيا؟ يعني يقعدوا يعيطوا بقى،
لازم أفهم بقى، يزن على ربنا مش هسيب النص غير لما تفهمني. مرة يحكى عن القديس عن بنطونيوس، قال واحد من ولاده سأله في حتة في الشريعة، والشريعة ما زالت فيها حتت مختومة بس عاوزة شوية شغل، فسأله في سؤال صعب، فعن بنطونيوس ما عرفش يجاوب، فقال له طب استنى شوية، ودخل الصحراء كان بياخد خلوة كده، فابنه تسحب وراه، تلميذه ده راح يشوف ايه ده، استنى شوية دي هيعمل ايه. وبعدين لقاه رفع عينه وايده كده للسماء وقال له يا رب يعني مش فاهم، هقول لابني ايه؟ طيب اشرح لي، ممكن تبعت موسى يفهمني كاتب ايه؟ لقى موسى النبي نازل له من على الجبل، وقف معاه شويتين واختفى. شوفوا العظمة. برضو يقال القديس يوحنا ذهبي الفم حصلت معاه لانه كان يعشق بولس، وبولس في حتت صعبة، بولس لانه فيلسوف في حتت فعلا ممكن تتفهم غلط. فمرة تلميذه جاي يدخل عليه لقى حد قاعد معاه، هو ما دخلش حد، ففضل مستني، وبعد شوية دخل له وقال له أبويا مين كان معاك؟ أنا ما فتحتش لحد. فسكت، ضحك وسكت كده، قال له أبويا عاوز أفهم إيه اللي حصل، وبعدين أنت كل اللي يدخلوا لك تقعد تشرح لهم، الراجل ده هو اللي كان بيشرح لك، فأنا مش فاهم. فقال له أقول لك بس تقول ما تقولهاش دلوقتي، جالي بولس الرسول كان في حتة واقفة معايا. شوفوا العظمة، لأن دول عينيهم مفتوحة، بمعنى إيه؟ عاوزين يفهم. واحد بيزن يقول له رب ما تسيبش السفر مختوم، ده السفر ده اللي هيدخلني السماء، لازم أفهم لحسن ما وصلش. إنما إحنا بقى عندنا أجزاء كتيرة مش فاهمينها، ما عندناش مشاكل خالص، نشوف غيرها. يبقى عدم الفهم، خلونا نقولها كده بقى، عدم الفهم هو أساسا عدم سعي. يعني الاجتهاد هيخليك تفهم، فمهما كان النص فيه غموض، طب ما تصلي، طب ما تجتهد، ما تجيب تفسير، ما تقعد تسأل لغاية ما توصل للمعنى، ليكون المعنى ده هيفرق في خلاص نفسك، تفوته ليه؟ فأنت بتسعى عشان تفهم ولا أنت بتستسهل؟ النهاردة كل الشباب ايه، كنا على ايامنا نذاكر من مراجع وبتاع، دلوقتي مذكرات شرشر، دي الحاجات الغريبة دي اللي هي ايه يعني العناوين بس، يعني يدوب على العناوين كده. طب ايه العناوين دي هتفهمك اي حاجة؟ فمحد كله عاوز المختصر، وطبعا المختصر ده مش مفيد. كمان ساعات ما تبقاش عدم الفهم عدم سعي، يبقى اساسا عدم رغبة. يعني هو واحد بيقولوا له طب اقرا لنا، يقول ما بعرفش اقرا من اساسه، فده واحد اساسا مش عاوز يفهم. يعني في واحد عاوز يفهم بس مش عاوز يتعب، وفي واحد مش على باله يفهم اساسا، دي اخطر واخطر. فانا بيتكلم عن شخصيتين، واحد ما بيقراش اساسا، هتقول يفهم ايه اذا كان ما بيقراش؟ واحد ما بيفتحش الانجيل هيفهم ربنا عاوز منه ايه؟ واحد يفتح الانجيل ويقراه كانه ما قراهوش، يعني ايه؟ ما اجتهدش يفهم، ما سالش نفسه يا رب عاوز تقول لي ايه، خدت ايه من اللي انا قريته؟ ما حاولش يفهم، هو بس خدر ضميره انه قرا، ففضل السفر في ايده مختوم. فقال ربنا انا بقى حطيت عليهم روح سبات وغطاء، يعني ايه؟ خليهم بقى، خليهم بدل هم مصرين في هذا الجهل وهذا العمى، يبقى هنتحول الايمان للامم اللي يجتهدوا في الفهم. بولس الرسول في سفر الأعمال طلع من بلد لبلد، فيقول على بلد من البلاد أظن كانت تسالونيكي، يقول الناس دول كانوا أكثر غيرة وحماس في فهم الكتاب. يعني إذن في درجات من الحماس في استقبال الرسالة. في واحد تلاقوه ملح وعاوز يفهم ويحفظ ويذاكر ويفتش ويعيد ويزيد، طبعا هيستفيد، طبعا عينيه هتنور. وفي واحد كده عاوز ياخدها من بره كده وخلاص. فقال السيد، ايه مشكلة بقى الناس دي؟ هذا الشعب قد اقترب الي بفمه واكرمني بشفته، اما قلبه فابعدوا عني، وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة. يعني ايه مشكلة الناس دول اللي هم اليهود؟ وممكن تبقى فينا، خلي بالكم الخطورة ان الكلام اللي اتقال على اليهود ممكن يتقال علينا، دي الخطورة.
لأن المسيح لما تكلم في متى 13 في الأمثال حذرنا من الفكرة دي، وزعق للتلاميذ لما لقاهم ما كانوش مستعنوش يفهم يفهموا، قال لهم انتوا هتبقوا زي اللي اتقال عليهم ليهم عيون يبصرون ولا يبصرون، إذا الكلام ممكن يتقال علينا. قال الشعب ده أصله يحب يقول ويكرمني بشفايفه بس، قلبه ده بعيد وأبعدوا عني، يعني هم بقصد بإرادتهم سايبين قلبهم بعيد، عاملين العبادة شكلية من برة إنما من جوة مفيش علاقة. وبعدين لما يجوا يعلموا يعلموا توصيات الناس مش الحق اللي قاله ربنا، صارت مخافتهم مني هي وصية الناس. يعني إيه؟ يعني بيحاولوا يظهروا خوفهم مني بس بطريقتهم بتوصياتهم. ودي هنشوف المسيح هو اللي شرح الآية دي، ربنا يسوع نفسه خد الآية دي وشرحها. تعالوا نشوف شرحها امتى. في متى 15 جاء إلى يسوع كتبة وفريسين، ما هم دول بقى من أحفاد اليهود اللي كانوا وقت إشعياء اللي كان بيتكلم عنه، الذين من أورشليم قائلين لماذا يتعدى تلاميذك، هم دول العميان، هم دول اللي بالنسبة لهم السفر مختوم، ماشي نفس النوعية، ليه تلاميذك بيتعدوا تقليد الشيوخ؟ ايه تقليد الشيوخ يعني؟ ما بيغسلوش ايديهم ليه قبل ما ياكلوا؟ عملوا جريمه يعني؟ فربنا يسوع مسكت لهم بقى، يعني قال لهم اشعياء كان معاها حق، انتوا شعب لا عاوزين تفهموا ولا عاوزين تقروا وبتعلموا تعاليم على مزاجكم. قال لهم انتوا اللي بتتعدوا وصيه الله بسبب تقليدكم، انتوا بتكسروا كلامي وتعلموا تعاليمكم انتوا، وانتوا المفروض رجال دين. الله أوصى قائلا اكرم أباك وأمك ومن يشتم أباه وأمه يموت موتا، دي في الشريعة على فكرة، اللي يشتم أبوه أو أمه يقتل حسب شريعة العهد القديم. وأنتم تقولون من قال لأبيه وأمي، عملوا تعديل يعني، هم اللي عدلوها لقوها تقيلة قوي يعني، كتير من الفريسين بيشتموا أهلهم غالبا، فقالوا لا كده هتبقى صعبة قوي، فإيه نركن النص ده ونعمل له إيه تصرف كده. فقالوا بص يا جماعة اللي يغلط في أهله يجي يقدم قربان، يا سلام. طب وبعدين واللي قاله ربنا ده، واللي عاوز يكرم والديه يجيب لنا ذبيحة كده فيها القيمة عشان ناكلها بمزاج، وإيه وقرشين كويسين نستنفع منه، ويبقى عمل كويس عمل المطلوب. يبقى هو كله تفكيرهم بيزنس دلوقتي، يعني هم مصالح قلبت كلها، بيستخدموا الدين لأغراضهم الشخصية. قال لهم انتوا بقيتوا تقولوا ايه في الآية دي في الوصية دي؟ اللي يقول لأبي وأمه مالكش عندي غير القربان، القربان اللي هي الهدية أو التقدمة اللي بتتقدم للهيكل، هي اللي تنتفع بها مني، فلا يعود يكرم أباه وأمه. يعني خلاص مش فارق بقى يكرمهم ولا لا، هي ديتها، يدفع الجزية للهيكل ويأثر مع والديه وضميره مرتاح. فهمتوا الفكرة؟ يبقى هم عطلوا الوصية خالص ودخلوا فكرة من دماغهم وعمموها، وبقى ضمير الناس مرتاح للوصية الجديدة المزيفة بتاعت تقليد الشيوخ. فهنا لما بيقولوا له انت ليه تلاميذك ما بيسمعوش تقليد الشيوخ، قال لهم طبعا ما يسمعوش، يسمعوا كلامي، يسمعوا وصية ربنا، ده انتوا ابطلتوا الوصية بتقليد الشيوخ، ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم يا مراؤون. شوفوا الشدة، حسنا تنبأ عنكم أشعياء. فهمتوا النص؟ هذا الشعب يكرمني بشفتي ويقترب إلي بفمه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني، يعني العبادة دي باطلة دي تمثيلية، وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. واحد يقول هنا النص اللي بيقوله ربنا يسوع مش بالضبط نفس الكلام اللي قالها أشعياء، مش كده؟ هو نفس المعنى ولا حد مختلف؟ نفس المعنى. طب ليه مش نفس الكلام؟ مين شاطر يقول؟ فرق الترجمة ليه؟ الحتة دي معلومة مهمة ليكوا كخدام. أشعياء ترجم من العبرية من الأصل العبري للعربي. في زمن المسيح كان في ترجمة تانية، إن العهد القديم كله ترجم لليونانية اللي هي الترجمة السبعينية، اشتركوا فيها شيوخ اليهود السبعين، وأصبحت الترجمة السبعينية أو اليونانية هي الأكثر استخداما، لدرجة أن ربنا يسوع لما بيقول آية من العهد القديم بيقولها من أصلها السبعيني أو اليوناني. فدايما مع اختلاف الترجمة
تلاقوا ايه ممكن اللفظة تختلف لكن المعنى يفضل هو هو، واضحة؟ فتلاقوا الآيات اللي جاية في العهد الجديد استشهاد من العهد القديم، النص مش هو هو. تاني ولا صعبة؟ ها؟ وصلت؟ أقولها تاني. يعني مثلا فأشعية 6 يقول لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون، غلص قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه لئلا يسمعوا بأذنهم ويشوفوا بعينيهم ويرجعوا فأشفيهم. لما المسيح قالها قال لأن قلب هذا الشعب قد غلص. فأشعية في الأصل كانت إيه؟ اقفل على قلبه واطمس عينه واقفل ودانه، ملوش مفيش فايدة فيهم. بس في اليوناني كانت إيه؟ هم اللي قافلين قلبهم. هم المعنيين صح، والمعنيين في العبري صح. يعني إيه؟ اللغة العبرية شوية مطاطة، اللي بيفهم في الترجمات يعرف المعنى ده. في فعل ممكن يترجم في لغة أخرى لكذا كلمة، فاهمين؟ فتلاقوا هنا إيه؟ ممكن تبقى الفعل هنا الفاعل بتاعه مش واضح، ربنا ولا الناس؟ ممكن يبقى ربنا وممكن يبقى الناس، فتترجم كده مرة أو تترجم كده مرة. فلما اتنقلت لنانية بس ربنا كان محافظ على المعنى، خلي بالكم. فقصد يحطها كده أنه ربنا لما بيلاقي الناس مصر على عندها بيسيبهم لعندهم، فيبقى ربنا هنا سابهم لعندهم. فأشعية لما قالها إيه؟ ثقل قلب هذا الشعب، اطمس عينيه. ولما قالها ربنا يسوع اليوناني لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، يبقى مين المسؤولين عن غلظة القلب؟ هم، فاهمين؟ هنا عاوز أقول بس إن ربنا يسوع بيفسر أشعية بنفسه وبيطبقه على الناس، بيقول لهم فعلا أشعية صادق، أنتوا أبطلتوا كلامي، كلام ربنا، بكلامكم، لأن أنتوا واخدين العبادة شكلية لفظية لكن جوه مفيش خالص، مفيش حب. فأرميا في آية شبهها يقول إيه؟ غرستهم فأصلوا، تأصلوا يعني نموا وأثمروا ثمرا، وبعدين يرجع يتحصر يقول إيه؟ أنت قريب في فمهم وبعيد من كلاهم. الكلى كانوا دايما يستخدموا كلمة الكلية أو الكلاوي عن الأحشاء، عن الداخل، فاهمين إزاي؟ يعني أنت يا رب من بره عارفينك كويس قوي، يصوموا ويصلوا ويحكوا ويتكلموا في الدين طول النهار، ومن جوه ما لهمش علاقة بيك خالص. أنت قريب من هنا بس، إنما من جوه أنت بعيد خالص. هي نفس المعنى. القلب البعيد بالنسبة لنا إيه بقى؟ عشان ربنا يحمينا من الكلام ده ينطبق علينا، مش عاوزينه يبقى إحنا اللي فينا العيب ده. أول تطبيق للعيب ده فينا يا جماعة السرحان في الصلاة. يعني كل مرة أسرح في الصلاة أقول لنفسي إيه؟ انطبقت عليك اللي اتقال على اليهود البعيد، انه قلبك بعيد، انت بتقول كلام وقلبك مش مركز، بتصلي بلسانك بس. اذا السرحان في الصلاة لو استحليته، لو اتعودت عليه، طب ما انت بقيت في الريسي، طب ما انت بقيت خلاص كده خدت نفس المنظر اللي كان بيزعل ربنا. هذا الشعب يكرمني بشفتيه وقلبه مبتعد عني بعيدا. عشان كده حلو لما تعترفوا عن السرحان، وحلو لما تشكوا، لان ده معناه ان انتوا مش عاوزين تبقوا في الشكل اليهودي ده اللي ربنا غضب عليه. يبقى الواحد بيقاوم لانه ما يصحش، يبقى قلبي بعيد وانا بكلم ربنا، لازم اكلمه من جوه ومن بره. او ان انا حافظ على الشكل. يعني الحقيقه في شمامسه انا بس يعني بيصعب عليا منهم، يعني يبقى مهتم جدا يتقن اللحن، وتسأله انت فاهم انت بتقول ايه؟ مش فاهم. طب والشعب اللي وراك فاهم بتقول ايه؟ لا مش فاهم. طب ليه يعني بتعمل كده؟ دي اصبحت عبادة شكلية. وممكن يتعاجب بصوته وبتاع، الموضوع ده مش استعراض. انت لو حاسس بالكلام هتصلي من قلبك، ومفيش لحن الا وراه كلام جميل، والموسيقى بتاعته بتخدم على الكلام. يعني القصد انك تتحرك بمشاعرك مش انك تغني. ده في ألحان في أسبوع الألام صدقوني بالرغم أن أنا حافظ كتير ما أحبش أقولها، أحب أسمعها بس عشان أقعد أتأمل، أقعد أفكر. لا يشغلني الأولى أن أنا مركز، لأنه ده أسبوع في السنة مش عاوزينه يروح. فتبقى حاسس وهو الشماس الحلو اللي بيصلي من قلبه ده، بيقول الهزات الجميلة
والكلام اللي في الكتاب قصادك المزمور تلاقي قلبك تحرك. وده اللي قصدك كنيسة، انها تحرك قلبك وانت واقف قدام الصليب. انما القصة مش هزة فوق وهزة تحت ومين صوته أحلى كلام فاضي، احنا في الآخر عاوزين القلب يتحرك. إذا نحذر من العبادة الشكلية. بنفس المعنى احذر من التزمت في الطقس والحرف، لأنه احنا برضو عندنا ناس كتيرة تميل للتزمت. يعني ممكن تدب خناقة في الكنيسة عشان مش عارف دخل برجله اليمين ولا برجله الشمال. يا سيد ادخل بس اي حاجة ان شاء الله على ايديك، بس يعني هتخسر اخوك، تكسر وصية المحبة عشان ما خدش باله دخل برجله الشمال لهذه الدرجة. زي مرة شفت شماس عيل صغير دخل بالجزمة اللي هي كان مش عارف طبعا، يعني سحبه من قفاه حتة يعني كان هيموته. يا عم ربنا نفسه مش هيزعل، بالراحة شوية. حسيت ان احنا يهود 100% طبعا، ده الطفل ده انقى مننا. خده بالراحة كده وقول له حبيبي احنا بنقلع الجزمة قبل ما ندخل الهيكل وخلاص، ده احنا بندنس هيكل نفسنا 100 مرة وصعبان علينا قوي الجزمة لمست الهيكل. يبقى احنا ايه، بنميل احيانا للتزمت والشكل. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، وماله نحافظ على الطقس الحلو، بس الأهم القلب. هذا الشعب يكرمني بشفتي أما قلبه مبتعد عني بعيدا. وطبعا بدل القلب بعيد يبقى إيه، يبقى هنخترع دين، هنألف وصايا، هنركن بقى اللي قاله ربنا ده على جنب ونحلل لنفسنا توصيات كده إيه، معدلة دستور كده على مزاجنا نطبخه عشان إيه نمشي كده اللي احنا عاوزين نمشيه. نفس المعنى ده ينطبق على روح الإدانة. لما تبقى واقف تصلي وأساسا أنت واقف تتوب، وبعدين زي الفريسي كده اللي راحت عينه للعشار اللي واقف ورا ده وقال ولا مثل هذا العشار، يعني أشكرك أن أنا مش زي الجدع ده. ودي صلاة دي؟ ده أنت بتغلط. طب هو بيصلي وأنت بتخطئ في اللحظة دي، أنت وقعت في روح الإدانة. فين قلبك دلوقتي؟ مع الشيطان طبعا، قلبه بعيدا عني طبعا، صلاة طويلة وراجل كله تقوى من رأسه الرجليه، إنما قلبه بعيد خالص. والعشار اللي هو بيحتقره ده هو ده اللي قلبه قريب. يبقى كل مرة تخدم أو تصلي وتقع في روح الإدانة اعرف افتكر الآية دي، هذا الشعب يكرمني بشفتي أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أنت واقف في الكنيسة عشان تدين اللي قاعد، والدين اللي داخله لابسه مش عارف إيه، والدين ابونا اللي مش عارف ايه، والدين الشماس ايه هو ده؟ طب انت ايه اللي جابك؟ من اقامك قاضيا هتحكم على الناس؟ ما تخليك في روحك وتوب. طبعا اسوأ ما في القلب البعيد انه يوصل بقى الى الجسارة والغلاظة لدرجة انه يغير في الوصية. توصل بقى لكده، الاسوأ انه يغير في وصية ربنا، لان هي دي اللي وصلتهم انه خلوا الهيكل مغارة لصوص بتعبير المسيح. ما هو الهيكل تحول الى مغارة لصوص ليه؟ دول رجال دين بس دول حرامية، لانه ما فيش خالص قلب في الموضوع. من ناحية الطقس 100%، لكن من ناحية القلب ولا حاجة. كمان ده اللي بيفتح باب الهرطقات والانحرافات. يعني صدقوني عارفين الطوائف طلعت ليه؟ من الحتة دي. طبعا الواحد حزين على انقسامات الكنيسة في التاريخ من أول 451 لغاية النهاردة، والكنيسة بتعاني، جسم المسيح متقطع. إيه اللي خرج أغلب الطوائف غير الكبرياء لكن كمان كتير منهم أعصر في تمثيلية التدين، فهجوا لأنه كانوا بيدوروا على القلب، فلقوا المنظر اللي قدامهم منظر فاضي من جوه، مفيش عبادة قلبية، مفيش صدق. تفتكروا كان حد ممكن يتلمز على أنبا أنطونيوس ولا أثناسيوس ويطلع يهرطق؟ يهرطق ازاي؟ شايف ناس بتحب ربنا جدا، شايف ناس روحيين بجد ومتمسكين بوصايا المسيح بجد، لو هرطق يبقى بقى الشيطان بيلعب بيه بمزاجه. لكن في ناس لما شافت مثلا في القرون الوسطى تجاوزات الكهنوت قلبوا الدنيا خالص،
ونشق، ولغاية النهاردة بنعاني. بس المعاناة دي ليه؟ لأن هما زي اليهود، لأن في الوقت ده كانوا الكهنة أقرب للشكل اليهودي القديم، يكرمون الله بشفتيهم والقلب بعيد تماما. سلطة الكنيسة كانت أعلى من سلطة الملك، فالبطرك الروماني كان ممكن يتحكم، كان فلوسه قد كده يشيل ويحط في الملك، فبيلعبوا سياسة وبيلعبوا يعني محترفين مكر ودهاء، خلاص ما فرقوش عن اليهود. لذلك ها أنا ذا أعود أصنع بهذا الشعب عجبا، ربنا بقى لما يلاقي كده يصعب عليه قوي، وعجيبا، فتبيت حكمة حكمائه ويختفي فهم فهمائه. ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة، ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا. عارفين القعدة اللي قعدها حنان وقيافة والسنهدريم قبل ما يدخلوا المسيح يحكموا؟ هي بالظبط كده، قافلين على نفسهم جلسة سرية وجلسة خطيرة جدا، طلعوا منها بقرار ايه؟ الأفضل نخلص منه. يا سلام على الحكمة، تخلصوا من ربنا وانتوا شغالين عنده، الأفضل نخلص منه لحسن الرومان يجوا ايه يهدوها على دماغنا. شوف الحكمة، يكتموا رأيهم يعني ايه؟ مش هيقولوا كده قدام الناس، لا لا، هيقولوا انه ده راجل صاحب فتنة. شوف الخبث والدهاء، قاعدين 70 شيخ بيطبخوا الطبخة تمام، وهم دول كبار رجال الدين، دول اللي حافظين العهد القديم، دول اللي ملتزمين بالطقس 100%، لكن القلب بعيدا تماما. يكتموا رأيهم مؤامرة له، ويقولوا مين يبصرنا؟ مين يبصرنا؟ انتوا وصلتوا لإيه؟ ده أي راجل يهودي بسيط ساذج مش حافظ ولا آية، عارف إن ربنا ما عندوش حاجة اسمها جلسة سرية، قاعد معاك وسامع بتقولوا إيه؟ وقال قيافة يتنبأ، قيافة بقى عاوز يعمل عمة بقى لازم تشتغل، فإيه يتنبأ ويقول الأفضل أن يموت إنسان من أجل الأمة ولا تهلك الأمة كلها. سلام على الحكمة. هو طبعا قال نبوة من غير ما يقصد، لأن المسيح طبعا عاوز يموت من أجل الأمة كي لا تهلك الأمة، الأمة البشر يعني، فاهمين إزاي؟ بس هو ما كانش يقصدها كده، هو كان يقصد إيه؟ نخلص من الناصري عشان إيه؟ نفضل حبايب الرومان، لأنه إيه؟ لو الحكاية زادت عن كده هيجوا يقلبوها على دماغنا ويقولوا أنتم مش عارفين تمشوا ناسكم كيهود. إلى هذه الدرجة يوصل العمى. يبقى الواحد يحذر من إيه؟ احذر من رضا الناس. لما القلب يبعد يا جماعة عرفوا أنه وقع في حاجة من اتنين، يا رضا الذات يا رضا الناس غالبا. لما القلب يبعد عن ربنا هيروح فين؟ هيروح في عبادة النفس، يبقى بيعبد نفسه يا بيعبد الناس، بيسترضي الناس، والاتنين طبعا يخلوا الواحد يكسر كلام ربنا. أو الحكمة الأرضية الشيطانية، معلمنا يعقوب ميز بينه وعم الحكمة، قال في حكمة نازلة من فوق يا رب كلنا نعيش فيها، دي حكمة الودعاء والبسطاء ورجال الصلاة، وفي حكمة أرضية نفسانية شيطانية، دي اللي عند قيافة وحنان ورجال السنهدريم، حكمة دهاء طبعا طبخوها طبخة يعني تمام، وربنا سابهم وفي الآخر وقعوا في شر أعمالهم. توصل كمان إلى خطية التأله، يعني إيه؟ أن الواحد يعتقد أنه هو اللي بيحرك كل حاجة، ربنا ده تركن خالص، ويتصور أنه هو اللي بيخطط وهو اللي هيحل ويربط وهو اللي في إيده كل حاجة، وهو مش واخد باله من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر. يا لتحريفكم، شوف الوحي بيقول إيه، يعني إلى هذه الدرجة حرفتوا الحقيقة، اتعميتوا خالص. هل يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع عن صانعه لم يصنعني؟ أو تقول الجبل عن جابلها لم يفهم؟ يعني وصل كبرياءكم وعماكم، شايفين ربنا ما بيفهمش وانتوا بتفهموا؟ شايفين ربنا مش في ايده حاجة وانتوا اللي في ايديكم كل حاجة؟ معتقدين ان ربنا لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم وانتوا اللي بتفهموا وبتسمعوا وبتتكلموا؟ الى هذه الدرجة التحريف. ما هو فعلا الشيطان بيلعب اللعبة دي، الالحاد المعاصر بيقول الكلام ده على فكرة، بيقول ربنا ده ما بيسمعش وما بيفهمش، لو كان موجود احنا بنسمع وبنفهم.
فستقول دي اللي أخدها بولس بقى غشاه من أشعياء، لأن بولس حبيب أشعياء على فكرة. بولس طبعا مذاكر عهد قديم، بس من أكتر الشخصيات اللي مأثرة على بولس الرسول أشعياء النبي. ستقول لي لماذا يلوم بعد؟ لأنه في وقت بولس حصل أزمة في الكنيسة، اليهود اللي بقوا مسيحيين مستكترين قوي أن الأمم يبقوا مسيحيين زيهم، فعاوزين يحافظوا على فكرة بس إحنا برضو الأصل، بس إحنا برضو شعب الله المختار. ففضل بقى يكسر في دماغه، قال لهم أنا بالأول أقول الكلام ده، أنا كنت في الريس، إنما حلكوا بقى، إحنا خدنا إيه من اليهود غير الغلب؟ استنوا. وبعدين يقولوا، وصلوا بقى بكبريائهم يقولوا إيه، ربنا مش من حقه يختار حد غيرنا. قال لهم لا استنوا بقى، أتقول لا لماذا يلوم بعد من بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجبلها لماذا صنعتني هكذا؟ أنت هتوصل يا مخلوق تقول للخالق يمين وشمال؟ هو حر، ربنا اختار اليهود وطلعوا واقعين وخيبانين، اختار الأمم، ولا احنا هنحاسبه ونقول له مش من حقك؟ فهمتوا كان بيدفع في قضية ايه؟ بس دي غشها من أشعياء. يبقى الكبرياء والتجديف والتحريف كل ده بيحصل بسبب القلب البعيد. لو الواحد استحل انه يعبد الله بشفتيه جماعة، هيبقى صيدة للشيطان، ممكن يعمل منه بلاوي. يعني أريوس اللي شك الكنيسة شكة بقالها 2000 سنة، طلع لنا شهود يهوى لغاية النهاردة. كانت الحكاية كده، كان بيتعاجب بالخطابة اللي عنده بالشعر، كان يرتجل الشعر، كان موهوب، كان يطلع في الوعظة يقول شعر مش محضره، فكان معجب جدا بنفسه، بس لا يعبد الله بقلبه، ما يحبش المسيح، فابتدى يفسر على مزاجه. فالكسندروس يجيبه يقول له يا ابونا أريوس ما يصحش الكلام ده غير اللي الكنيسة بتقوله، ويهوده كده. وكان طيب قوي اسمه القديس الكسندروس ده، فخده في الأول بالراحة كده، وبعدين ما فيش فايت قام حرمه. فقام أريوس بقى ايه، ازاي وازاي اتحرم، هو ما فيش ربنا في قلبه خالص، انما يعبد الله بشفتيه. فرح روما وقلب الدنيا على الكسندروس، ولخبط دماغ الداق العالم كله. فالقديس الكسندروس قال نعمل بقى مجمع ونتفق لحسن العالم هيتلخبط. قعدوا 318، خد في ايده مين بقى؟ اثناسيوس الشماس. واثناسيوس كان حافظ انجيل يوحنا، كان مذاكر، وابوه طبعا معلمه وملقنه، وكان بعته سنه دير عند انبا انطونيوس. فالتلمز على انطونيوس وعلى الكسندروس، اتنين قمم بيحبوا ربنا بجد من قلبهم. فلما وقف اثناسيوس بهر 318، وطلع اريوس ده فراغ، لانه فعلا اريوس بتاع كلام لكن ما بيحبش ربنا. لكن ايه اللي وصل اريوس للمكانه دي؟ لانه يعبد الله بشفتيه لكن قلبه بعيد. فشوفوا القلب البعيد يوصل لايه. آخر جزء في أشعياء 29، أليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا؟ كتير في أشعياء تلاقوا جزء كده تبكيت شديد وبعدين يقلب خبر حلو، بالذات 39 إصحاح الأولاني تلاقوا كده تبكيت وبعدين يدينا خبر حلو عشان إيه؟ يطيب خطرنا شوية. فبيقول اطمنوا اطمنوا، في مدة قليلة، خدت 800 سنة بس، مدة يسيرة جدا هيتحول لبنان بستانا. يعني هتفك يا جماعة نوبة المنظر ده أو التدين الشكلي دي، هتنهار بعد شوية. والبستان يحسب وعرا، يعني هتتقلب الموازين، اللي كانوا شايفين نفسهم متدينين دول مرفوضين خالص، والغلابة الطيبين اللي بيحبوا ربنا هم دول اللي هيعمروا زي البستان. ويسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السفر. خلي بالكم من شوية كان بيقول إيه، رجال الدين يدوهم الكتاب يقول ما بفهمش أو اقرأ ما بقراش. شوفوا توصل لإيه، اللي ما بيسمعش هيسمع لوحده، ده الخبر الحلو بقى. وتنظر من القتام والظلمة عيون العمي، يعني الأعمى هيشوف كلام ربنا بسهولة، ده العهد الجديد. ويزداد البائسون لزي حالتنا فرحا بالرب، يبقى هو الحل برضو في التواضع والصدق. ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل. يبقى مدة يسيرة جدا، يعني هو طبعا لأنه بيقرأ الأيام بيجريها جري كده، عمال يقول في ذلك اليوم، فبيقول هانت، قربت، قرب يجي المسيح وينزل الأعزاء عن الكراسي ويرفع المتواضعين، ينزل رجال الدين المزيفين ويطلع الايه الكرامين الجدد، الرسل الأتقياء البسطاء دول، والكنيسة اللي بتحب ربنا من قلبها مش من الشكل والمنظر والطقس.
يتحول لبنان بستانا. لبنان كان خرابة في الوقت ده بسبب أشور. يسمع الصم وينظر العميان، يعني أنا وإنت نقول يا رب أنا أصم سمعني، أنا أعمى ما بفهمش افتح عيني، فيبقى عندنا فرصة. طوبى لعيونكم إيه؟ لأنها تبصر، طوبى لأذانكم لأنها تسمع. ويفرح البائسون ويهتف المساكين، يعني نبقى فرحانين بربنا فرحة الغلابة. طوبى للمساكين بالروح. لأن العاتي قد باد، الشيطان وقع، وفنى المستهزئ، ما دول كانوا تبع الشيطان طبعا، رجال الدين دول، وانقطع كل الساهرين على الاسم، الذين جعلوا الإنسان يخطئ بكلمة، ونصبوا فخا للمنصف في الباب، وصدوا البار بالباطل. يعني الناس دول أعصروا الناس. ما هو لما يكون التدين بالشكل ده الناس تتفض عنه، تبعد بقى. ما هو لما تبقى الحكاية كلها مناظر كده الناس تلاقي انه لا، ده الواحد يبقى بعيد عن الدين احسن. وده طبعا بيحصل في كل جيل باشكال مختلفة. لذلك هكذا يقول لبيت يعقوب الرب الذي فدى ابراهيم، ليس الان يخجل يعقوب وليس الان يصفر وجهه. يعني ايه؟ خلاص يا يعقوب هيرجع لك الروح تاني، خلاص يا شعبي هيرجع فيك الحب تاني، اللي هي بقى كنيسة العهد الجديد. يعني بيت يعقوب يرجع يعمر تاني، اللي هي المؤمنين من اليهود أو الرسل، كنيسة جديدة. قال لهم المسيح: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق. قد فنى العاتي، العاتي المفتري ده وقع اتكسر خلاص، لأنه الشيطان يغذي جدا العبادة الشكلية، ما يحبش الصدق والقلب ده. نختم بآخر جزء: بل عند رؤية أولاده عمل يدي في وسطه، يقدسون اسمي ويقدسون قدوس يعقوب ويرهبون إله إسرائيل، ويعرف الضال الأرواح فهما، ويتعلم المتمردون تعليما. كل ده عن جونا احنا دلوقتي. احنا بقى أولاد العهد الجديد هيعرفوا يقدسوا اسمي. شوف احنا نقول كل يوم: أبانا الذي ايه؟ ليتقدس اسمك. كأن إشعياء كان عارف ربنا يسوع هيعلمنا نقول ايه. كل ساعة نقول ليتقدس اسمك، ونقف في القداس كلنا نقول مع الملائكة: قدوس قدوس قدوس. كانتش في العهد القديم، انما في العهد الجديد يعرفون ان يقدسوا اسمي، شايفيني اله حقيقي، يرهبوني بجد. ده كل ده عبادة من جوه بقى، القلب اتحرك. ويعرفوا ضال الأرواح فهما، يعني اللي كانوا تايهين دول هيفهموا بجد، واللي كانوا متمردين يتعلموها صح. رؤية عمل يدي من الحاجات لما ربنا يفتح عينك تشوف ربنا بيعمل ايه. احنا لسه عينينا مقفول، والصوم والصلاة يفتحوا العين. عشان كده الحد جاي المولود اعمى عقبال عندكم كده لما عينينا تتفتح. فرؤية عمل يدي يعني ربنا بيعمل حاجات كتيرة قوي واحنا مش شايفينها، بيعمل حاجات جوانا وبيعمل حاجات برانا، بس احنا عينينا مقفولة، لان الانجيل لسه سفر مختوم، لان العبادة لسه شكلية شوية، لان القلب لسه بعيد. ما كل ده بيجيب بعضه، فهمتوا الفكرة؟ لكن لما ندخل على قلب منكسر متواضع حب ربنا من جوه، وما نركزش في بره زيادة، يبقى ايه؟ هندخل على الحتة دي، رؤية عمل يدي. يبقى الواحد شايف ايد ربنا بجد، فيبقى فرحان ان ربنا بيشيل ويحط ويغير ويحسب. ونتعلم نقول أجيوس من قلبنا، يعني نقدس الله او نشترك في تقديسه مع الملائكة، ونفهم ونتعلم الصح. نختم بتدريب عشان ايه؟ برضو ما يبقاش كلامنا نظري. بما اننا وجعنا قلبكم بالفكرة، نقول ايه؟ تعالوا نحذر من القلب البعيد. وده معناه حاجتين. احذر، هنقول تدريبين بس او فكرتين بس. تعال نحذر من السرحان في الصر. ايه رأيك كل ما نسرح نعيد؟ ما احنا خايفين ان نطلع يهود. فايه؟ كل ما تسرح بدل في صلاتك الشخصية، سامحني يا رب وعيد الجزء اللي انت فاتك، عشان تعود نفسك انك ايه؟ لا، هو مش كلام وخلاص، لألا نكرم بشفتينا والقلب يفضل بعيد. فيبقى الواحد مركز وخايف بقى ايه ينطبق عليه الكلام ده، فنقاوم السرحان. تبقى مركز بقدر الامكان، ولو سرحت طبعا يعني في صلاتك الشخصيه لو بتصلي مع الناس مش هتقول لهم وقف يا جدع نعيد من الاول، مش هينفع. انما وانت بتصلي لوحدك مفيش مانع تعيد. التدريب الثاني
احذر من الحرص على الشكل. يعني لما تلاقي نفسك هتدقق قوي تاكل ايه وما تاكلش ايه، افتكر ان قلبك بعيد. الاحسن ما تدقش في الاكل، طبعا ما تاكلش فطاري، لكن يعني ايه يفضل قلبك في الصلاة اهم. لان لما تكون بتصلي وانت بتاكل احسن كتير ما تقعد تنقي في الاكل ايه صيامي واحتمال ما يكونش صيامي، مش هي دي. فحاول تحذر من الحرص على الشكل، لان الشيطان ساعات يسحبنا في الاتجاهات. نحرص قوي على الشكل عشان يبعد القلب ويشتغل عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.